السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سأقدم لكم الواكس البنفسجي لإزالة الشعر. هذا الواكس البنفسجي من إيطاليا، إيطال واكس، أخذته ب100 درهم. هو أفضل من الزهري لأن الزهري مخصص للبشرة الحساسة. هنا يكتبون سخن الشمع لغاية درجة حرارة 45 مئوية، تعالج المنطقة المطلوبة باستخدام غسول يحتوي على الكحول لإزالة الدهون وبقايا المساحيق التجميل. توزع كمية صغيرة من البودرة على المنطقة المطلوبة توزع الطبقة رقيقة من الشمع باستخدام الملعقة الخشبية بغض النظر عن اتجاه نمو الشعر، ولكن نحوك تاركا قطعة صغيرة ليتم استخدامها لاحقا كقبطة لإزالة الشمع. تهدف هذه العملية لإزالة شعر الإبط بتطبيق واحد. انتباه، لا تتعجل أثناء التطبيق، والضغط على الملعقة الخشبية مع القوة اللازمة، يعني لا تفعل القوة مع لا تستخدم القوة مع هاته الواكس. يتصلب الشمع من 5 إلى 6 ثواني. خلال هذه الفترة يلتصق الشعر بالشمع بشكل كامل، يصبح الشمع جاهز لإزالته عندما لا يلتصق باللمس، يعني عندما يجف 100%. عليك أن تزيليه. شد البشرة مبدئيا بعكس اتجاه الشمع، يزال الشمع بحركة سريعة بعيدا عن نفسك وبالتوازي مع البشرة. كرر العملية عند المنطقة التالية. بعد الانتهاء من العملية تعالج المنطقة بمنتج مهدئ ومبرد خالي من الزيت. يقولون خالي من الزيت، نعم. ها هي، لقد دابت بصورة جيدة. كانت ماكس، سوف أضعها ميديوم لكي الآن ساخنة جدا. انظروا إنها خفيفة، لا يجب أن تكون خفيفة كثيرا، يجب أن تكون تلتصق بالخشبة. انظروا، هي لا تلتصق بالخشبة، إذن ليست جاهزة، إذن فهي ساخنة. كما قلنا نضع طالك أولا بعد الغسل الجيد، ثم نتركها يعني تبرد هنا كما قلت ميديوم. أطبقها مع نمو الشعر ثم أتركها تجف تماما. إذا لم تجف لن تزيل لك الشعر المرغوب. ومن ثم ماذا تفعلين؟ تزيليها عكس نمو الشعر بسرعة. يعني يكون مثلا سنتيم أو سنتيمين خارج الشعر لكي تكون سهلة تطبيق أو سهلة إزالة الشعر. شكرا على المتابعة. بالنسبة لطريقة إزالة الشعر بالواكس، هي أفضل طريقة للإبطين والعانة، لأن الشعر ينمو خفيفا، ليس مثل الحلاقة التي تترك الشعر خشنا ويكون منظره بشع. أما عند اقتلاعه من الجذور فيكون ناعما ومنظره جيد، ومع الاستمرارية يخف لأن بصيلات الشعر تكون منهكة من كثرة الإزالة. وشكرا على المتابعة، وإلى اللقاء في فيديو آخر.